صباح الخير مامي. صباح النور حبيبتي. شو بلاقيك اليوم فايقه بكير مع انه اليوم اثنين وصار معطل؟ اي والله يا ماما فقت بكير. مين دق الباب ماما؟ ماما هدول تبع جريدة الوساطة العقارية صارين عم يوصلوها لهون على الباب. شو حبيبتي شايفتك باليومين كثير مهتمة بالجرايد، لتكوني عم دور على شغل ها؟ لا ماما ما عم دور على شغل، بس مو بابا رضي هيك يشتري لي بيت ويحط لي اياه باسمي، فقلت لحالي بساعة دولارات كان بدور على شي بيت. شلون؟ ماما هون بالجريدة بيكونوا الناس كلها حاطة اعلانات لهم، يلي بده يبيع بيت، يلي بده يشتري بيت، يلي بده يأجر بيت وهيك، بس انا عم دور على بيت يكون هون جنبنا، كان انا ما بقدر بعيد عنك انت يا حلو. كنت ابشيني، لك انا ما بيحن على العود غير قشره. عبرني زمانك انت، هاتي بوصلك. يلا باي. باي حبيبتي. يا ربي، بدي اطبخ، معقول هيك الاكل شو بيحير؟ يلا من مرة اليوم بقلي لهم كم بيضة وبقطع لهم بندورة مع هيك شي ديك حباش ومنسف رز. لك هات لنسمع رمضان. وين كانت هاي دوا هالغنية؟ دي صفحة البيوت. هذا ظريف بس صاير بالشارع التحتاني. لا ما بدي، بدي هو. بلا. خلينا ندق